الو. الو، ايوه، صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. يعني انا سعيده والله جدا 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 ان انا بكلم حضرتك ربنا دلوقتي. ربنا يخليك يا رب، انا سعيد حضرتك معانا. اكلمك من زمان والله يعني، بس الفرصه اتاحت دلوقتي الحمد لله. ده الحظ الحلو ان حضرتك معايا على الهوا. طيب اتعرف بيكي؟ معاك سيرو. تيرو، سيرو ولا تيرو؟ لا سيرو. سيرو، كم سنه؟ 24. 24 سنه. مرتبطه؟ كنت دلوقتي دلوقتي حاليا يعني مقري فتحتي. مقري فتحتك. طب احكي لي، عايزه تبتدي بكنت ولا عايزه تبتدي بمقري فتحتي؟ يعني انا كنت مرتبطه بانسان من 9 سنين كده، عملت عشانه دي ما يتعملش يا استاذ اسامه والله العظيم. كل حاجه في الدنيا تتخيلها عملتها عشانه، وقفت جنبه، وقفت جنبه في كل حاجه، المحام بتاعتي في كل حاجة، لحد ما وقف على رجلين في الآخر اتخلى عني وراح خطب حد تاني بعد 9 سنين. يعني بعد ما 9 سنين وقفتي معاه وعدى المحن وكان عنده مشاكل، ايه اللي خلاه يتخلى عنك؟ يعني اتخلى عنك ليه؟ ولا هو كان اساسا بيجهز لحاجة تانية وفي طبعه الغدر، واول ما وقف على رجليه راح بقى فكر في مستقبله في سكة تانية؟ علشان العيلة بتاعته مش عاجبها العيلة بتاعتنا. ليه العيلة بتاعته مش عاجبها العيلة بتاعتكو؟ في ايه غلط انت شايفاه؟ يعني اخوه بابا قالوا له لا دي العيلة دي لا ما نناسبهاش، دي عيلة مش كويسة. مش كويسة ولا في فرق في المستوى الاجتماعي او فرق لا في لا المستوى المادي؟ مستوانا احنا احسن من مستواهم اساسا. كمان انا احنا المادي وحياتنا احنا كلها احلى من مستواهم هم اصلا. ما يمكن خاف، او العيلة دي خافت. لا خافوا يقربوا منكم لما يقدروش يتواجبوا معاكم والدنيا ما تمشيش. لا هو احنا في يعني شويه في حب كده، ناس كده في العيله مش مظبوطين يعني، بس انا ما انا ليه ياخدني انا بذنب عيلتي؟ يعني مثلا عمام، ولاد عمام، حاجات كده، مش اخواتك؟ إيه لا يعني قرايب بابا من بعيد. بس هم من العيله، بس هم معروفين عشان احنا في بلد بس الناس كلها عارفه بعضها فهم معروفين. بس عمل لي عقده نفسيه والله العظيم تعبت. كان كل ما يجي يتقدم لي عريس لا ارفضي انت هتسيبيني، لا ازاي انت لازم تقفي جنبي، وكنت ارفض ده وارفض ده، وكانوا احسن منه في التعليم. لسه بتحبيه؟ مش عارفه انت والله يا اسامه بالكوا قد ايه سايبين بعض؟ زي الايام دي بقالنا سنه بالظبط. بقالكوا سنه؟ سنه. طب في حد تاني انت بتقولي في حد مقري، يعني انت مقري فتحتك؟ لسه مقري فتحتي الايام يعني. كان حد برضو انا مش عارفه هو عمل لي عقده، مش عارفه اشوف حد تاني او حد تاني، مش عارفه اعمل ايه. بصي انت بس محتاجه تعيدي تفكيرك، يعني نطلع العواطف في حته ونعيد التفكير. اوكي تمام. أنا ارتبطت بالإنسان ده وقفت معاه 9 سنين. 9 سنين يعني لو شخص عنده 70 سنة أنت بتتكلمي في سبع عمره. 10 سنين من عمرك وقفتي مع الإنسان ده لحد ما تخطى المحن والمشاكل وكون نفسه ووقف على رجليه وكل حاجة تمام. الشخص ده باعني. باعني، وحطي كلمة باعني دي تحتيها 3 سطور، يعني غدر بيا وباعني علشان حاجة أنا شايفاها ما تستاهلش. مش هو ده اللي يستحق، دول قرايب والدي من بعيد. وتعالي نشوف كل عيلة موجودة، لو هندور على قرايبها والشجرة من بعيد هنلاقي فيهم اللي حرامي واللي أكلتي واللي لازم، ده وضع طبيعي. ما أصل يعني ما يعني فيما نظر لما تلاقي عيلة من أولها لآخرها ملايكة. أنت فاهماني؟ أكيد. وعائلات كتيرة جدا على وشهم سماحة الدين والحب والأخلاق والقيم والمعاني، هم من تحت لتحت يعني زي ما بنشوف اليومين دول. فهو باعك بالرخيص، باعك بالرخيص. ما قدرش حتى أنا والله أنا مش باقي عليه، أنا مش عايزاه هو. أنا بس المشكلة إن أنا مش عارفة أنساه أو مش عارفة أعيش مع حد تاني. ما إحنا بنفكر بقى في الطريقة. أنا شايفة التاني ده يبيعني، مع إن التاني ده يعني أرجل منه بكتير. بصي والأولاني ده ما كانش راجل بالمرة. الأولاني ده جاء، الأولاني ده جاء قرا فتحتك؟ الأولاني؟ هو مامته بس كلمت ماما 7 مرات جنبها، ما
معلش استني لما يسافر بره، معلش استني لما يقف على رجليه، معلش استني لما استني لما، لحد ما ماما زهقت اساسا منهم. بس التاني جاء رفض حياتك، اه مش كده؟ تمام. يعني التاني بجد عارف عنك كل حاجه وعايز يرتبط بيكي، وهو راضي بالعيله دي وراضي بيكي وحبك هكذا. بص يا بنت الناس، ما تحطيش في دماغك ان انت عندك نقطه ضعف، ما تحطيش في دماغك انك معيوبه، انت مش معيوبه. مش معنى ان ابن عم خالت ابوكي من ناحيه ما كان وتفر او دخل السجن او خلافه حتى ان ده يعيبك. عارفه كنت هقول لك يعيبك امتى؟ لو ابوكي في السجن في قضيه شرف، يعني سرقه، نصب، نهب، ارهاب كده. احنا في مجتمع شرقي ده لازم اخوكي هكذا. نبعد شويه، عمك، خالك بالترتيب، انما يعني مش بالشكل ده. واحد اديتي له عمرك 9 سنين وباعك بالرخيص، يبقى ما يستهلكيش. يبقى نبص بقى انا عندي ايه جاي في حياتي. انت عايزه يكون لك حياه وزوج واولاد ومستقبل وفرحه وابتسامه وامل وبكره، من حقك زي اي انسانه. لو فكرتي في ده وحسبتيه وقيمتيه وعرفتي قيمته، هتعرفي تنسي وهتقدري تطلعي من التجربه اللي انت فيها.